تقول لا أيضا لها شقيقة صغرى، نسأل الله عز وجل أن يوفقها إلى كل خير والمتابعين والمشاهدين. آمين. تقول أنها تصوم الاثنين والخميس حريص عليهم، وكذلك تلحقهم بالسبت، فهل ثم التثريب على صيامها للسبت وأفرادها بذلك؟ الاثنين والخميس والسبت، طبعا السبت قبله الجمعة. أنا فهمت أنه يعني تصوم يوم وتفطر يوم. لا، هي تقول الاثنين والخميس والسبت فقط. لا، السبت على كل حال الصواب أنه لا بأس بصيامه، لكن لم يرد في فضله صيام في فضل صيام في صيامه فضل خاص، بل ورد ما أخذ به بعض أهل العلم من أنه يكره صيامه منفردا، يكره صيامه. وعلى كل حال لا كراهة في صومه، لكن أن تديم هذا فهذا يقال لها ليس عليه دليل.